الحرية جاي انتصاراً لقضية الأسرى الفلسطينيين ورفضاً لإجراءات الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم في سجون الاحتلال، نظمت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين والأهالي اعتصاماً تضامنياً أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله لدعم الأسرى في تحقيق مطالبهم الإنسانية. هناك التزامات دولية قبل مؤسسات المجتمع الدولي، من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، حتى من الأمم المتحدة، لأن تتحرك باتجاه أساسي وهو إلزام إسرائيل بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية، تنطبق عليهم اتفاقية جنيف وينطبق عليهم القانون الدولي. ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية ضد سياسة السجال وسياسة الإهمال العام لواقع الأسرى الفلسطينيين. الأسير بعاني وجوا السجن يعني بعانوا، في عندهم مشاكل وعندهم إشي، وإحنا بنطلب من جميع أحرار العالم إنها توقف عند الأسرة والطالب في خروج الأسرة. فرج قريب إن شاء الله إلهم، وإنه السجن عمره ما كان يعني أقوى من الأسير نفسه، وإنه إحنا كنا أهله، أهليهم واقفين معاهم. ووسط تحذيرات لمؤسسات حقوقية حول سوء أوضاع الأسرى في هذه السجون، والذين باتوا يعانون واقعا إنسانيا سيئا، يناشد الأهالي التدخل العاجل والتحرك الفعلي للعالمين العربي والإسلامي. مطالب الأسرى تأتي تحديا للاحتلال وتحمل في طياتها الحرية ولا غير. منير خطيب، تلفزيون القدس التربوي، رام الله.